تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد. عمل بلا علم كمن زرعوا وما وجدوا حصاد، العلم بوصلة الهدى وهو السبيل إلى الرشاد، إلى الرشاد. وظلنا هذه الدورة العالمية في هذا الجامع المبارك، وكان درس فضيلته في شرح كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لفضيلة للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وغفر الله له ولشيخنا وللحاضرين. كما نحب أن ننوه أن هذا هو الدرس الرابع والأخير لفضيلة الشيخ، ونسأل الله أن يكتب له الأجر والمثوبة ولجميع الحاضرين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم هذه الأحاديث منقسمة إلى اتفاق العلماء على العلم والعمل بالأحاديث القطعية، بأن يكون قطعي السند والمتن، وهو ما تيقنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، وتيقنا أنه أراد به تلك الصورة. وإلى بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن الشيخ رحمه الله تعالى قد انتهى غرضه الأساس من الكتاب في الكلام السابق، ثم بعد ذلك استطرد الشيخ في مسألة ختم بها كتابه. فأما الغرض الأساس من كتابه فإنه عليه رحمة الله ذكر المعاذير التي يعذر بها العلماء بسبب مخالفة بعضهم نص حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ في ذكره لهذه المعاذير فأجملها في ثلاثة معاذير. العذر الأول أن يكون العالم غير معتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الحديث. والعذر الثاني عدم اعتقاد المفتي والفقيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا الحديث تلك المسألة بعينها. والأمر الثالث والعذر الثالث اعتقاد الفقيه أو المفتي أن هذا الحكم المنصوص عليه في هذا الحديث منسوخ أو مؤول أو أنه ضعيف. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى بسط هذه المعاذير الثلاثة في عشرة أسباب. السبب الأول قال إن العالم قد يكون لم يبلغه الحديث، وهذا ضرب له أمثلة كثيرة من أجل العلماء وأفضلهم وأعلمهم وأوسعهم وأدينهم، فابتدأ بالخلفاء الراشدين ثم ببعض الصحابة ومن بعدهم. والسبب الثاني الذي أورده قال أن يكون الحديث قد بلغه ولكنه لم يثبت عنده بإسناد. والسبب الثالث أن يكون قد بلغه بإسناد ولكنه ظن ضعف هذا الإسناد لأسباب تتعلق بالرواية. والسبب الرابع أن يكون قد بلغه بإسناد ولكنه رده لا بسبب يتعلق بالرواية وشروط قبول الحديث، وإنما بأسباب تتعلق بالدراية كالقواعد التي يذكرها بعض العلماء لقبول الحديث. والسبب الخامس أن يكون الحديث قد بلغه ولكنه نسي هذا الحديث. وهذه الأسباب الخمسة كلها تعود للعذر الأول الذي بينه الشيخ، وهو عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الحديث. السبب السادس من أسباب عدم عمل بعض المفتين
بالحديث والمجتهدين به، قال عدم معرفته بدلالة الحديث بحيث أن يكون غير عالم بالدلالة. والسبب السابع نفيه للدلالة، أن يعرف الدلالة وتظهر له ولكنه ينفي هذه الدلالة، ينفيها فيقول إن هذه الدلالة غير معتبرة، وهذا مبني على القواعد الأصولية المذكورة في محلها. والسبب الثامن أن تتعارض الدلائل في الحديث، فيكون الحديث دلالتان كعموم وخصوص، فيقدم إحدى الدلالتين على الأخرى. وهذه الأسباب الثلاثة، وهو عدم المعرفة بدلالة الحديث أو نفي الدلالة أو تعارض الدلالات، متعلقة بالعذر الثاني أو مندرجة في العذر الثاني، وهو عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا الحديث هذه المسألة. السبب التاسع مما أورده الشيخ رحمه الله تعالى، وهو تعارض الدليل بمعنى الحديث، أي تعارض الحديث مع دليل آخر صحيح في الجملة، وهو ما يسمى بتعارض الأدلة، فيعارض الدليل بدليل صحيح وهو الكتاب والسنة والإجماع. ذكر المثال لهذه الأمور الثلاثة بعينها، فيكون في ذهنه قد تعارض الدليلان فيقدم أحد الدليلين على الآخر، إما من باب النسخ أو من باب التأويل، فيؤول هذا الدليل والصواب يكون بخلاف ما ذكر. السبب العاشر والأخير الذي ذكره الشيخ، أن يتعارض هذا الحديث مع دليل آخر يظنه صحيحا، هو يظن أنه صحيح، والحقيقة أن الدليل الذي عارض به الحديث دليل غير صحيح، أنه دليل غير صحيح. وأطال الشيخ في ذكر بعض الأدلة التي قد يعارض بها العلماء دلالة الأحاديث فيردون العمل بها لأجلها، وهذه الأدلة غير صحيحة كعمل أهل المدينة مثلا وغيرها مما أشار إليه في محله. والسببان الأخيران، وهما تعارض الحديث مع دليل صحيح وتعارض الحديث مع دليل يظن أنه صحيح وقد يكون الصواب في خلافه، فهذا متعلق بالعذر الثالث، وهو اعتقاده أن الحكم الذي في الحديث منسوخ أو أنه مؤول هذه هي مع أسباب التي أوردها الشيخ، وهذا هو مجملها بالمعاذير الثلاثة. حرصت على أن تكون أول هذا الدرس وهو الدرس الأخير لكي تعلم أن هذا هو خلاصة الكتاب، وما عدا ذلك فإنها أمثلة وتقرير لهذه الأسباب واستدلال لها في الجملة واعتبار لها. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الأسباب بدأ بعد ذلك في مسألة، وهي مسألة أن هذا العالم الذي أخطأ لأحد هذه الأسباب أو غيرها من الأسباب، قال فقد يكون هناك سبب آخر لم نعلمه، فإنه لم يجزم بالحصر، قال فإنه مرفوع عنه الإثم، ثم إنه بعد ذكر هذه المسألة ذكر مسألة أو إرادا قد يرد على رفع الإثم، فقال إن هناك أحاديث ورد فيها وعيد، فهل هذا المجتهد الذي أخطأ يدخل في هذا الوعيد أم لا؟ وسيضرب الشيخ أمثلة، منها ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، ومع ذلك أفتى بعض أهل العلم كما سيشير أنهم يجوز ذلك، فهل المفتي أو من فعله اجتهادا يكون داخلا في هذا الوعيد أم لا؟ فسيتكلم الشيخ من الآن إلى نهاية الكتاب عن هذه المسألة. وهذه المسألة مختصر الكلام فيها أننا نقول أن هذه المسألة هي التي تسمى بمسألة الوعيد المطلق، أو ما يسمى أو بعض صور الوعيد المطلق كاللعن المطلق والتفسيق المطلق
والتكفير المطلق. فقد يأتي حديث بلعن وصف معين، من فعل كذا فهو ملعون، لعن الله من انتسب لغير أبيه مثلا، فهل هذا اللعن المطلق ينزل على الأعيان جميعا الذين فعلوا هذا الفعل أم لا؟ نقول من أهم المسائل التي يجب أن ينتبه لها طالب العلم، وكثيرا ما كان شيخ تقي الدين ينبه له، أننا يجب أن نفرق بين الوعيد المطلق وتنزيله على المعينين، كاللعن المطلق واللعن المعين، والتكفير المطلق والتكفير المعين. إذن يجب من أهم المسائل أن تفرق بين الوعيد المطلق وتنزيله على المعينين. والناس فيه طرفان ووسط، فمن الناس من يقول إن الوعيد المطلق لا يعمل به ولا يحتج به لا في الحكم ولا في العقوبة إلا على الشيء المتفق عليه، وهذا الذي سيناقشه الشيخ بعد قليل، وهذا لا شك أن يلزم منه تعطيل عدد من الأحكام كما سيذكر الشيخ. ومنهم من يقابل هذا الرأي فيقول إن كل وعيد مطلق ينزل على المعينين، وهذا أيضا خطير، وهو قريب من مسلك الخوارج ومن في معناهم من المعتزلة الذين كانوا وعيدية فنزلوا أخبار الوعيد على كل من فعله. والحق وسط، فإننا نقول نفرق بين الوعيد المطلق وتنزيله على المعينين، فالوعيد المطلق باق وهو وعيد على الأوصاف، وأما الأشخاص فلا ينزل عليهم هذا الوعيد إلا بوجود شروط وانتفاء موانع، لا بد من وجود شروط وانتفاء موانع. أضرب لكم مثالا واحدا وهو مسألة اللعن. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل أفعالا كثيرة، وقد جمع بعض المعاصرين كل حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه لعن. هذا اللعن، من فعل شيئا من هذه الأوصاف فهل يلعن من فعلها أم لا؟ نقول فرق، اللعن للوصف لا للشخص، اللعن للوصف لا للشخص. ولذلك نقل ابن مفلح عن الشيخ تقي الدين في كتاب الآداب الشرعية أن المعينين لا يلعنون، لأن اللعن هو الطرد من رحمة الله، فإذا لعنته فكأنك حرمته من رحمة الله عز وجل. حتى الكافر، هذا نقل ابن مفلح عن الشيخ تقي الدين في الآداب، حتى الكافر ما دام حيا فلا يلعن، لأنك إذا لعنت فكأنك تقول يموت على الكفر، ونحن إنما نرجو للناس الإيمان والهداية، وإنما يلعن الأوصاف، كما كان الصحابة في رمضان كما ذكر ميمون بن مهران ونقل محمد بن نصر في قيام الليل وقيام رمضان أنهم كانوا يلعنون اليهود والنصارى في القنوت. فاللعن للأوصاف في كتاب الله، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، فاللعن في كتاب الله للأوصاف. وأما الأشخاص فالشيخ يقول لا يلعن الحي ولو كان كافر، وإن مات على كفره وعلم أنه مات على الكفر يجوز اللعن، وإن كان الأولى بالمسلم ألا يلعن كما ذكر الشيخ، لأن المؤمن والمسلم ليس باللعان ولا بالسباب ولا بالفاسق ولا بالبذيء كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن فرق بين دائما انتبه، هذه المسألة هو الإشكال الذي يقع فيه كثير من الوعيدية الذين توسعون في باب الوعيد، وفي مقابلهم الطائفة الأخرى التي سيرد عليهم الشيخ بعد قليل. نعم صحيح. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في إيراد مسألة، وهو أن هؤلاء العلماء هل ينزل عليهم الوعيد أم لا، فأراد أن يأتي بتفصيل. فأول ما قال إن الأدلة نوعان، أدلة قطعية في ثبوتها وقطعية في دلالتها، وأدلة ظنية إما في الثبوت أو في الدلالة. المضمون من كلام الشيخ هو ما سبق ذكره قبل قليل، ولكني ربما أعلق على بعض الفوائد التي سيذكرها الشيخ ليس من باب الفكرة الأساسية ومن باب التعليق. فقال إنه إذا كان قطعي السند والمتن فإنه، أو سيذكر الشيخ بعد قليل، أنه يجب العمل به. نعم تفضل. أحسن عليك. وإلى ما دلالته ظاهرة غير قطعية فأما الأول فيجب اعتقاد موجبه علما وعملا. يعني يقول إن كل حديث يكون قطعي الثبوت وقطعي الدلالة فإنه يجب على كل مسلم أن يعتقد موجبه علما وعملا، علما
أي اعتقادا وعملا أن يعمل به، لأن العمل من لازم العلم. نعم. وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة. نعم، قال في الجملة. لماذا قال في الجملة؟ لأن قد ينازع بعض أهل العلم في صور القطعي، فبعضهم يقول إن هذا من قطعي الثبوت، وبعضهم يقول ليس من قطعي الثبوت. وسيشير الشيخ لبعض النزاع في بعض الصور، أهي من القطعي أم ليس من القطعي. نعم. إنما قد يختلفون في بعض الأخبار هل هو قطعي السند أو ليس بقطعي، وهل نعم هو هذا معنى قوله في الجملة. والفقهاء يفرقون بين التعبير في الجملة والتعبير بالجملة. ففي الجملة أي في الجميع ما عدا بعض أفرادها، وبالجملة أي باعتبار الأفراد الذين اتفقوا. إذن بالجملة تتعلق بالمتفقين، وفي الجملة متعلقة بالمتفق عليه. نعم. وهل هو قطعي الدلالة أو ليس بقطعية، هذا مثل اختلافهم في خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول والتصديق، أو الذي اتفقت على العمل به. فعند عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين أنه يفيد العلم، وذهب طوائف من المتكلمين إلى أنه لا يفيده. نعم. بالنسبة لحديث الآحاد أو حديث الفرد الذي رواه، أو الواحد الذي رواه عدد واحد أو اثنان ونحو ذلك، عندنا فيه مسألتان: هل يفيد القطع أم الظن، وهل يفيد العلم أم لا يفيد العلم. أكثر الفقهاء وعلماء السنة كذلك يقولون إنه مفيد للعلم، مفيد العلم. وما معنى أنه مفيد العلم؟ يعني أنه يجوز الاعتقاد بمضمونه. ولذلك فإن أهل السنة والجماعة يثبتون صفات الله جل وعلا بالخبر الواحد، يثبتونها بخبر واحد، فهي مفيدة للعلم. وهل تفيد اليقين؟ هذه مسألة أخرى. فالعلم تتعلق بالاعتقاد، وأما اليقين فهو معنى زائد. ولا شك أن خبر الواحد في قول أكثر العلماء من الأصول وغيرهم أنها لا يفيد اليقين، لا يفيد اليقين. ولكن ليس لازم أنه لا يفيد اليقين أنه لا يفيد العلم، بل هو يفيد العلم، وسيشير الشيخ بعد ذلك لمعنى هذا الكلام. نعم. وكذلك الخبر المروي من عدة جهات يصدق بعضها بعضا من أناس مخصوصين، قد يفيد العلم اليقيني لمن كان عالما بتلك الجهات وبحال أولئك المخبرين وبقرائن وضمائم تحف بالخبر. وإن كان العلم بذلك الخبر لا يحصل لمن لم يشاركه في ذلك. نعم. يقول الشيخ إن من صور اليقين التي اختلف فيها، من صور يعني ما يفيد اليقين والعلم، هو قضية الخبر المشهور. فإن المتقدمين من أهل العلم كما نقلت لكم عن الشافعي وغيره يرون أن الخبر المشهور عند أهل العلم هو المتواتر، وليس من لازم المتواتر أن يكون قد نقله عدد جم يستحيل عليهم الكذب عن مثلهم. إذ الخبر وإن روي بالإسناد من طريق الواحد، إذا حفت به قرائن وضمائم يعني ضمت إليه، فإن هذه إذا حفت بالخبر فإنها تجعله ترقى به، بحيث أنه ربما وصل إلى العلم اليقيني، ليس مطلق العلم بل إلى العلم اليقيني، كحال الذي يفيده التواتر. ولذلك مصطلح التواتر عند علماء الحديث والمتقدمين منهم غير مصطلح المتواتر عند علماء الكلام في الخبر. ولذلك فإن علماء الكلام لما ضيقوا في مصطلح المتواتر في الحقيقة كان ثمرة ذلك أن ألغى كثير منهم العمل بأغلب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما نقل عن الأصم وابن علية أنهما كانا لا يحتجان بأحاديث الآحاد في الفروع الفقهية، ولذا كان خلافهم غريبا ولا يحتج بخلافهم في كثير من المسائل، كثير من الأحكام يلغونها. فعلى سبيل المثال لا يرون مثلا الرجم، ولا يرون مثلا أن دية المرأة على نصف من دية الرجل لأنها وردت من حديث آحاد، ويستمسكون بعمومات. وهذا الكلام خطير جدا، وهو يعني مخالف لإجماع المسلمين. نعم. بل إن الحديث الآحاد إذا جاءه من الضمائم ما يضم له، ومن القرائن التي تحف به ما يقوي العلم به حتى يصل إلى مرتبة اليقين. فأنا لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، أو إن الأعمال بالنيات، مع أن هذا الحديث حديث فرد، قيل إنه لم يروه إلا عمر، مع أنه جاء من حديث أبي سعيد، وأنه لم يروه عن عمر إلا فرد، ولم يروه عن إبراهيم التيمي إلا فرد، وهكذا.
المقصود من هذا أن بعض الضمائم يجزم الشخص أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الجزم، سيذكر الشيخ بعض الإشارات لذلك بعد قليل. نعم أحسن عليك. ولهذا كان علماء الحديث الجهابذة فيه المتبحرون في معرفته رحمهم الله، وقد يحصل لهم اليقين التام بأخبار وإن كان غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقها فضلا عن العلم بصدقها. ومبنى هذا على أن الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين تارة، ومن صفات المخبرين أخرى، ومن نفس الإخبار به أخرى، ومن نفس إدراك المخبر له أخرى، ومن الأمر المخبر به أخرى فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم لما هم عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن معه الكذبهم أو خطأهم، وأضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد خبرهم العلم. يعني مؤدى هذا الكلام يقول الشيخ إن جهابذة الحديث وصيارفته، لأن علماء الحديث يسمون صيارفة، فالصيرفي الذي يعرف يبيع في الذهب ويصرفه إذا جاء له بالذهب من غير أي تحليل، من حين يراه من بعيد يقول هذا ذهب مغشوش أو أنه خالص، بل يقول لك هل هذا ذهب أم أنه ليس بذهب. فالصيارفة من بصرهم يعرفون المغشوش من غيره. وكذلك علماء الحديث، فإنهم من كثرة دربتهم في النظر في الأسانيد وسماعهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم، تجد بعضهم لربما كما قال ابن القيم في المنار المنيف يسمع الحديث من غير أن يعرف سنده، فيحكم بنكارة متنه أو يحكم بعدم صحته أو يحكم ويجزم بأن هذا الحديث لم يخرج من مشكات النبوة أو ضد كذلك. وهذا معروف، فإن كثير من الناس من كثرة دربته بالفن يحسنه. الشاعر من كثرة معرفته للشعر ومعرفته ببحوره وسماعه له، من حين يطرق سمعه البيت يقول هذا بيت منكسر، هذا بيت معيب، هذا البيت مأخوذ من بيت فلان، كما ألف بعضهم في سرقات بعض الشعراء الكبار من المتقدمين، مع أن المبتدئ يقول ليس هذا من باب السرقة، لكن الشاعر الذي غاص في هذا البحر يعرف هذا العلم معرفة دقيقة. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى ذكرت لك قبل قليل هو الذي بنى عليه ابن القيم كتابه المنار المنيف، وهو أن العلماء يستطيع أن يجزم بالشيء من قرائن. فمن القرائن التي أوردها ابن القيم وهي قرائن متعددة، قال إن الحديث إذا كان طويلا فمباشرة يعرف عالم الحديث، ليس طالب العلم وإنما عالم الحديث، أن هذا الحديث غير مقبول، لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الطوال إلا أفرادا قليلة تعد عدا، وقد جمعت الأحاديث الطوال صحيحها وسقيمها، جمعها أبو القاسم الطبراني وطبعت في آخر المعجم، وجمعها أيضا الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وكتابه مطبوع بإسناده أسنده الحافظ. فالمقصود من هذا كله ماذا؟ أن علماء الحديث هؤلاء عندهم من النظر ودقته فوق ما تتصور، كما أن الفقيه يقولون من كثرة ممارسته هذا الفن يكون عنده من الصنعة كما عبر بعضهم ومن الملكة ما يستطيع أن يأتيك بالحكم مباشرة وإن لم يستحضر الدليل. جعل بعضهم يسمي هذا استحسانا، وهذا فيه نظر، فإنما لا يمكن الإعراب عنه فإنه لا يكون يعني مقبولا. وهذا الكلام فيه طويل جدا، يستطردون عند تعريف بعضهم الاستحسان أنه ما ينقدح في ذهن المجتهد ولا يستطيع الإصحاح عنه. أحسن عليك. هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، وهو قول جمهور الفقهاء والمحدثين وطوائف من المتكلمين. معنى ذلك يعني أن هذا الحق، أن بعض الأحاديث تفيد العلم وإن لم تكن متواترة، بل إن بعض الأخبار تفيد القطع واليقين وإن لم تكن متواترة بمصطلحهم هم، وإنما هي متواترة ومشهورة ومستفيضة بالاصطلاح المعروف عند علماء الحديث ومتقدميهم، كما نقلت لكم عن إمام هذا الشأن وهو إمام علم الأصول، وهو الإمام محمد بن إدريس الشافعي عليه رحمة الله. نعم أحسن الله. وذهب طوائف من المتكلمين وبعض الفقهاء إلى أن كل عدد أفاد العلم خبرهم بقضية، أفاد خبر مثل هذا العدد العلم في كل قضية، وهذا باطل قطعا، ولكن ليس هذا موضع بيان ذلك. نعم هذه المسألة ذكرناها قبل قليل في مسألة أن بعضهم يشترط عددا معينا في كل خبر، هذا غير صحيح، فإن بعض الأخبار لا يصل اليقين فيه إلا بانتشاره عند عدد كبير، مثل الأشياء الظاهرة مثل قضية الإخبار بأن
المسجد قد انهد، لو قال لي 10 إن المبنى الذي بجانب المسجد قد انهد والباقون كلهم خرجوا ولم يقولوا هذا الشيء، فقد لا يفيد اليقين، فقد يعني يختلف بحسب المخبر والمخبر به والحال وما يتعلق بذلك من الأمور، فلكل واقعة تختلف عن الواقعة الأخرى. نعم. فأما تأثير القرائن الخارجة عن المخبرين في العلم بالخبر فلم نذكره، لأن تلك القرائن قد تفيد العلم لو تجردت عن الخبر، وإذا كانت بنفسها قد تفيد العلم لم تجعل تابعة للخبر على الإطلاق، كما لم يجعل الخبر تابعا لها، بل كل منهما طريق إلى العلم تارة وإلى الظن أخرى، وإن اتفق اجتماع ما يوجب العلم به منهما أو اجتماع موجب العلم من أحدهما وموجب الظن من الآخر، وكل من كان بالأخبار أعلم قد يقطع بصدق أخبار لا يقطع بصدقها من ليس مثله. لا يقطع بصدقها من ليس مثله. يعني يقول الشيخ إن القرائن الخارجة عن المخبرين في العلم ليست متعلقة بذات الخبر، وإنما هي منفصلة، مثل ما يتعلق بالرؤية، فالرؤية هي في ذاتها دليل، لأنها حق اليقين بالرؤية، بل هي عين اليقين، عين اليقين تكون بالرؤية، فمجرد الإخبار تكون منفصلة عنها، فلا نقول إن الخبر يفيد اليقين لأنني رأيت، بل لأن هذا أمر منفصل. نعم. وتارة يختلفون في كون الدلالة قطعية لاختلافهم في أن ذلك الحديث هل هو نص أو ظاهر، وإذا كان ظاهرا يعني بدأ يتكلم الشيخ في قضية، احنا قلنا إن قطعي الثبوت وقطعي الدلالة يجب اعتقاده علما وعملا أن يعمل به، فقال إن قطعي الثبوت هناك صور مختلف أهو من قطعي الثبوت أم لا، ثم ذكر مثالين قبل قليل، الآن بدأ يتكلم عن مسألة قطعي الدلالة، ما هي صور قطعي الدلالة، وأن بعض أهل العلم اختلف في بعض الجزئيات أهو من قطعي الدلالة أم لا، وكل هذا مبني على تفسير كلمة وأهل العلم متفقون في الجملة، يعني في أغلب المسائل، فهنا يذكر المسائل التي قد يكون فيها نزاع. وإذا كان ظاهرا فهل فيه ما ينفي الاحتمال المرجوح أو لا، وهذا أيضا باب واسع، فقد يقطع قوم من العلماء بدلالة أحاديث لا يقطع بها غيرهم، إما لعلمهم بأن الحديث لا يحتمل إلا ذلك المعنى، أو لعلمهم بأن المعنى الآخر يمنع حمل الحديث عليه، أو لغير ذلك من الأدلة الموجبة لمقطع للقطع. نعم. يعني هذا الكلام يقول الشيخ إن العلماء يختلفون في معرفة المدرك الذي يستنبط منه الحكم، فبعض الناس قد يجزم به وبعض الناس يتردد بناء على ما وقع في نفسه من اليقين، وهذا معروف حتى في لساننا الدارج، فأحيانا يكون الرجل مع أبنائه أو الأبناء مع أبيهم، يتكلم الأب بالكلمة فيقطع بعض الأبناء أن الأب يريد هذا المعنى، وقد يكون البعيد لا يعرف هذا، يفهم هذا الفهم بناء على ما يقع في النفس وما يتعلق بالدلائل المتعلقة بالسياق المتعلقة في الاستخدام في كل من المتكلمين، ومثل هذا ينزل على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما القسم الثاني وهو القسم الثاني يقول لما قال القسم الأول وهو القطعي في الثبوت والدلالة فيجب اعتقاده علما وعملا، بدأ يتكلم الآن عن القسم الثاني الذي ليس قطعي الثبوت أو ليس قطعي الدلالة، فما حكمه؟ وهو الظاهر، فهذا يجب العمل به في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين. نعم، بدأ يتكلم عن مسألة الظاهر وهو القطعي الظني في الدلالة، فقال أول شيء الشيخ أنه في ما يتعلق بالأحكام الشرعية فإنه يجب العمل به باتفاق العمل باتفاق العلماء المعتبرين، فكل العلماء المعتبر خلافهم واحتجاج برأيهم كلهم متفقون على أن ما كان ظاهر الدلالة فإنه يحتج به في الأحكام الشرعية. عندنا هنا مسألتان في قول مصنف العلماء المعتبرين، لأن بعض من لا يعتد بخلافه من أهل الكلام وغيرهم قالوا إنه لا يقطع في الأحكام إلا لا يقبل في الأحكام الشرعية إلا قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، وحقيقة هذا القول ومآله إلى بطلان الاحتجاج في أغلب الأحكام، في أغلب الأحكام يعني يبطل الاحتجاج، وهذا قول غير معتبر، ولذلك كل من قال بهذا القول فإن خلافه غير معتبر، وقد أجمع العلماء على عدم قبول خلاف هؤلاء كعدم قبولهم لخلاف كما ذكرت لكم الأصم
وابن علية وإن كان خلافهم كثير جدا، فكل ما تفرد به هذان الاثنان فإنه لا يقبل، لأنهم لا يرون الاحتجاج إلا بالقطع دون الظن. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الشيخ هنا يتكلم عن الأحكام الشرعية فقط ولم يتكلم عن المسائل الاعتقادية، والمسائل الاعتقادية أشار لها الشيخ وأشرت لها قبل قليل أن أهل السنة يثبتون المسائل الاعتقادية بخبر الواحد، ودليل ذلك إثبات الصفات، فما زال أهل العلم يثبتون أسماء الله جل وعلا وصفاته بالأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت من طريق فرد. انظر في كتب المسندة، كتاب التوحيد لابن مندة، أصول السنة للالكائي وغيره مما عني بذكر أسماء الله عز وجل وصفاته، فستجد أنهم ينقلونها بأخبار فرد، وما زال أهل العلم على هذه الطريقة. نعم. فإن كان قد تضمن حكما علميا مثل الوعيد ونحوه فقد اختلفوا فيه. نعم، هذا هو المسائل الاعتقادية ما تعلق بالأمور العلمية، منها الوعيد، وسيتكلم الشيخ في هذه المسألة إلى نهاية الكتاب، وذلك سنختصر في التعليق. فذهب طوائف من الفقهاء إلى أن خبر الواحد العدل إذا تضمن وعيدا على فعل فإنه يجب العمل به في تحريم ذلك الفعل، ولا يعمل به في الوعيد إلا أن يكون قطعيا، وكذلك لو كان المتن قطعيا لكن الدلالة ظاهرة. وعلى هذا حملوا قول عائشة رضي الله عنها لامرأة أبي إسحاق السبيعي: أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. قالوا: فعائشة رضي الله عنها ذكرت الوعيد لأنها كانت عالمة به، ونحن نعمل عالمة كانت عالمة به ونحن يقول الشيخ رحمه الله تعالى إن أحاديث ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوعيد، إن أحاديث ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوعيد على فعل شيء محرم. هذا الوعيد على فعل شيء محرم ينبني عليه مسألتان، مسألة علمية ومسألة عملية. فأما المسألة العملية فهو تحريم هذا الفعل، وأما المسألة العلمية فهو ترتيب الوعيد على من فعل هذا الفعل. يقول الشيخ أن الناس ثلاث طوائف، وسيذكر هؤلاء الطوائف في ضمن كلامه. فمن الناس من يقول: لا نعمل بالمسألة العلمية وهو ترتيب الوعيد، وإنما نعمل بالمسألة العملية فقط، فنقول الفعل حرام، ومن وقع في هذا الفعل فلا نقول إنه داخل في هذا الإثم ومستحق لهذه العقوبة. لما؟ قال: لأنه ربما يكون قد وقع في هذا الأمر لسبب من الأسباب التي سيشير لها الشيخ بعد قليل، ولا بد أن يكون الأمر مجمعا عليه لكي يكون المسألة لا خلاف فيها. يقول الشيخ: هذا غير صحيح، بل نعتقد العلم والعمل معا، فيجب العلم بأن هذا الوعيد يستحقه هذا الشخص، لكن بشرط وجود الشروط وانتفاء الموانع، وأما الحكم فهو ثابت، فلا نلغي المسألة العلمية وإنما نثبتها. ثم من باب الرد قال الشيخ: إن من لازم قولكم أنه قد يقال إنه إذا لم نعمل بالمسألة العلمية في الحديث فإن لن نعمل بالمسألة العملية لأن بينهما تلازم. هذا سيورد له الشيخ. إذن افهم أن الحديث الذي فيه وعيد على فعل محرم: لعن الله شارب الخمر، نستفيد منها أمر علمي وأمر عملي. الأمر العملي تحريم شرب الخمر، الأمر العلمي أن شارب الخمر مطرود من رحمة الله. نحن نقول، وهذه طريقة أكثر أهل العلم كما ذكر الشيخ، عامة أهل العلم يقولون أنه يستفاد من الخبر الأمرين معا، يستفاد من الخبر الأمران معا. ثم هنا أورد قولا لبعض الناس أنه يستفاد من هذا الخبر الأمر العملي فقط وهو التحريم، ولا نستفيد الأمر العلمي، لأنه يقول: قلنا إن شارب الخمر يكون ملعونا فإن أناسا قد شربوا الخمر متأولين لها، كمن يشرب النبيذ متأولا أنه مباح، فكيف نقول أنك ملعون؟ إذن نقول: ما دامت المسألة مختلف فيها
فنلغي المسائل العلمية. طبعا ثمرتها هي متعلقة بالاعتقاد والعلم وليست متعلقة بالعمل. فالشيخ بدأ يرد على هذا الرأي وأطال في هذه المسألة. ونحن نعمل بخبرها في التحريم وإن كنا لا نقول بهذا الوعيد لأن الحديث إنما ثبت عندنا بخبر واحد. نعم يقول نعمل بالحكم ولا نأخذ بالوعيد، هذا قول هؤلاء الذي سيرد عليهم الشيخ. نعم. وحجة هؤلاء أن الوعيد من الأمور العملية فلا يثبت العلمية ليست عملية لا علمي أحسن عليك العلمية فلا يثبت إلا بما يفيد العلم وأيضا يعني بما يفيد العلم وهو القطع، فلا بد أن يكون الوعيد مقطوعا به. وهذا مبني على المسألة ذكرنا لكم قبل قليل أن أهل السنة والجماعة يقولون إن الأمور العلمية كلها والخبرية كلها تثبت بالظن، ومنها أسماء الله عز وجل وصفاته، ومنها الإخبار عن الغيبيات السابقة من أخبار بني إسرائيل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وبدء الخليقة، نقول نعتقدها ونؤمن بتصديقها. ومنها كذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون يوم القيامة، فكل هذه من الأمور العلمية. ومنها كذلك مسائل الوعيد، ومنها مسائل الوعيد فإنها أمور علمية. وأهل السنة يقولون إن كل الأمور العلمية تثبت بخبر الواحد ولو كان لا يفيد اليقين لكنه يفيد العلم، يفيد العلم فنعتقدها، وهذا من كمال التصديق ولا شك. ولذلك فإن أبا بكر الصديق لما جاء له المشركون فقالوا ألا تزعم ألا هل تعلم ما يزعم محمد اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وما قال؟ قالوا إنه يزعم أنه قد أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء ثم رجع من يومه. فانظر أبو بكر الصديق ولذلك سمي صديقا، قال إن كان قالها فقد صدق. فأبو بكر الصديق صدق بالخبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وإن كان الذي رواه مشكوك فيه لأنه كافر، فقال إن كان قالها فقد صدق، وهذا من كمال التصديق. فلما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم صار يقينا لا شك، فيكون حينئذ يقين. إذن فالمقصود أن حقيقة الاعتقاد المسائل الاعتقادية لا شك أن طريقة أهل العلم المتقدمين كلهم إلا أهل الكلام المتأخرين بعد القرن الثالث فإنهم كلهم يقولون الأمور الغيبية والخبرية والعلمية تثبت بخبر الواحد لأنه يفيد العلم، ولا يلزم أن يكون العلم يقينيا فقد يكون ظنيا. نعم. فلا يثبت إلا بما يفيد العلم، وأيضا فإن الفعل إذا كان مجتهدا في حكمه لم يلحق فاعله الوعيد، فعلى قول هؤلاء يحتج بأحاديث الوعيد في تحريم الأفعال مطلقا، ولا يثبت بها الوعيد إلا أن تكون الدلالة قطعية. نعم هذا الكلام الذي ذكرته لكم قبل قليل هذا الذي نص عليه الشيخ. ومثله احتجاج أكثر العلماء بالقراءات التي صحت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم مع كونها ليست في مصحف عثمان رضي الله عنه فإنها تضمنت عملا وعلما وهي خبر واحد صحيح، فاحتجوا بها في إثبات العمل ولم يثبتوها قرآنا لأنها من الأمور العلمية التي لا تثبت إلا باليقين. يعني يقول الشيخ في هذه الكلمة يقول إن هؤلاء احتجوا بقراءة الأحد أو القراءة التي تسمى شاذة أي ليست بمتواترة. هذه القراءة يقول تثبت بها الأحكام عند كثير من أهل العلم كأحمد وغيره، يثبتون بها الأحكام الشرعية كقراءة ابن مسعود لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام متتابعات، فزاد كلمة متتابعات، فقالوا يلزم في الصيام أن تكون الأيام متتابعة. فقالوا كثير من أهل العلم يقول إننا نأخذ بهذه القراءة في الأحكام ولا نصل ولا نأخذ بها في الصلاة، لأن الصلاة لا يصلى فيها إلا بما تيقن بأنه من القرآن، هذه واحدة. طبعا الشيخ ما رد على هذه الشبهة، لكن الجواب عن هذا الأمر نقول إن هذا ليس متعلقا بالعلم، ليس متعلقا بالعلم وإنما متعلق بالصلاة، لأن الصلاة لا يجوز أن يقرأ فيها شيء من كتاب الله يكون منسوخا أو شيء من كلام الآدميين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن حكيم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. فلما كان هذه القراءة الأحاد مترددة بين أن تكون من القرآن أو من السنة أو من القرآن المنسوخ التلاوة،
فإنه حينئذ مع التردد فإنه لا يصلى بها، ليس لأجل أنها لا تفيد العلم، هذا من جهة. الجواب الثاني أن الشيخ تقي الدين طرد أصله، فالشيخ في رأيه وقد استدل على ذلك في بعض كتبه أنه يجوز الصلاة بقراءة القراءة الأحاد أو الشاذة بشرط أن يكون معتقدا صحتها. قال بدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين الذين كانوا يقرؤون بعض هذه القراءات مثل الأعشى وغيره كانوا يصلون بها ولم يقل أحد إن صلاتكم باطلة، فمن اعتقد صحة هذه القراءة سندا بشرط ثبوتها سندا واعتقد صحتها بثبوتها عنده وقرأ بها فإنها تصح صلاته، وإن كان الأولى والأحوط والأتم ولا شك أنه لا يصلي بها، بل إنه ذكر أهل العلم أن المرء لا يصلي بالناس بقراءة متواترة لا يعرفها من خلفه، فمن باب أولى بقراءة الأحد، وهذه مسألة يعني محلها في كتب الخلاف. وذهب الأكثرون من الفقهاء وهو قول عامة السلف إلى أن هذه الأحاديث حجة في جميع أن هذه الأحاديث حجة في جميع ما تضمنته من الوعيد، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمل والوعيد معا وهذا لا شك فيه، وهذا ينبني عليه مسائل اعتقادية كثيرة جدا، فإن الوعيد وغيره ترتب عليه مسائل اعتقادية. نعم، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين بعدهم ما زالوا يثبتون بهذه الأحاديث الوعيد كما يثبتون بها العمل، ويصرحون بلحوق الوعيد الذي فيها للفاعل في الجملة، وهذا منتشر عنهم في أحاديثهم وفتاويهم، وذلك لأن الوعيد من جملة الأحكام الشرعية التي تثبت بالأدلة الظاهرة تارة وبالأدلة القطعية أخرى، فإنه ليس المطلوب اليقين التام بالوعيد، بل المطلوب الاعتقاد الذي يدخل في اليقين أو الظن الغالب، كما أن هذا هو المطلوب في الأحكام العملية العلمية. في الأحكام العلمية، ولا فرق بين اعتقاد الإنسان أن الله حرم هذا وتوعد فاعله بالعقوبة المجملة، واعتقاده أن الله حرمه أو توعد عليه بعقوبة معينة، حيث أن كل منهما إخبار عن الله تعالى، فكما جاز الإخبار عنه بالأول بمطلق الدليل فكذلك يجوز الإخبار عنه بالثاني، بل لو قال قائل العمل بها في الوعيد أوكد كان صحيحا. معنى هذا الكلام، هذا الدليل يسميه العلماء الحجاج بنفي الفارق، يقول لا فرق بين الإثبات الحكم العملي بخبر الواحد وبين إثبات الحكم العلمي بخبر الواحد، يقول لا فرق بينهما، بل إنه إضافة لنفي الفارق، بل قال إن إثبات العلم أولى كما سيأتي الشيخ في الاستدلال عليه بأن أهل العلم كانوا يتساهلون في رواية أحاديث الترغيب والترهيب التي تثبت فضلا أو تثبت عقوبة على فعل أصله مشروع بالدليل الثابت، هذا يدلنا على أن مسلك أهل العلم أنهم يتساهلون في رواية الأخبار المتعلقة بالعلم أكثر من تساهلهم في رواية الأخبار المتعلقة بالعمل. ولهذا كانوا يتساهلون في أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب ما لا يتساهلون في أسانيد أحاديث الأحكام، لأن اعتقاد الوعيد يحمل النفوس على الترك، فإن كان ذلك الوعيد حقا كان الإنسان قد نجا، وإن لم يكن الوعيد حقا بل عقوبة الفعل أخف من ذلك الوعيد، لم يضر الإنسان إذا ترك ذلك الفعل خطأه في اعتقاده زيادة العقوبة، لأنه إن اعتقد نقص العقوبة فقد يخطئ أيضا، وكذلك إن لم يعتقد في تلك الزيادة نفيا ولا إثباتا فقد يخطئ، فهذا الخطأ قد يهون الفعل عنده فيقع فيه فيستحق العقوبة الزائدة إن كانت ثابتة أو يقوم به سبب استحقاق ذلك. نعم، يقول الشيخ إن أهل العلم، هذه فائدة، إن أهل العلم يتساهلون في رواية الترغيب والترهيب، وما معنى قولهم إنهم يتساهلون في رواية الترغيب والترهيب؟ لها معنيان، المعنى الأول هو الذي أورده المصنف، والمعنى الثاني سأذكرهم باب الفائدة. المعنى الأول هو أن يكون الفعل أصله مشروعا كالصلاة أصلها مشروع، ثم يرد بعد ذلك حديث في إسناده مقال، فيتساهل أهل العلم في إراده
رواية واحتجاجا وعظة وتنبيها فيتساهلون، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون أصل الفعل مشروعا، ليس لفعل غير مشروع جديد مثل ما يروى من الأحاديث في الصلاة المبتدعة كالرغائب وغيرها. الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون هذا الحديث الضعيف ليس شديد الضعف والوهى، فإنما كان موضوعا أو منكرا ونحو ذلك من المعاني، فإنه لا تحل روايته ابتداء ناهيك عن الاحتجاج به والعظة به. إذن هذا المعنى الأول في كون أهل العلم رحمة الله عليهم كانوا يتساهلون في رواية الترغيب والترهيب. المعنى الثاني، ذكر بعض أهل العلم أن طريقة أحمد وأصحابه أن الحديث إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان في إسناده مقال بشرط أن لا يكون منكرا ولا شديد الضعف والوهاء، وكان فيه أمر بفعل، فإن ضعفه يصرف الأمر من الوجوب إلى الندب. إذن الأوامر التي ترد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صوارفها من الأمر إلى الندب أن يكون الحديث ضعيفا، بشرط أن لا يكون ضعيف الإسناد شديد الوهاء أو منكرا أو موضوعا. ولذلك تجد بعض العلماء رحمة الله عليهم يريدون أحاديث في إسنادها ما قال ويستنبطون من حكمها الاستحباب أو الكراهة، ولا يأخذون من حكمها الوجوب أو التحريم، لأن العلماء يتساهلون في إرادة الترغيب والترهيب، لأنه إذا كان الحديث ضعيفا فيبقى على أصل الإباحة فلم يكن قد أوجبت عليه أو حرمت عليه شيء، وإن كان ثابتا فإنه يندب فعله مع أن ضعف الإسناد فيه. ذكر ذلك ابن مفلح في بعض كتبه ونسبه لأحمد وكثير من فقهاء الحديث على هذه الطريقة. وهذا مسلك يعني ليس لأحد طلبة العلم أن يحتج به، فمن الذي يعرف الحديث الذي يكون ضعفه منجبرا أو غير منجبر؟ بل من الذي يستطيع أن يميز المنكر من غيره؟ فإن أحمد إذا أطلق المنكر فإنه يقصد به النوعين المشهورين عند المتأخرين، وهو المنكر والشاذ، فلا يقصد بالمنكر الذي رواه الثقة وخالف به رواه الضعيف وخالف به الثقة، بل إنه يقصد بالمنكر ما رواه الثقة والضعيف وخالفوا به من هو أوثق منهما معا. إذن المنكر عند المتقدمين من أهل العلم يقصدون به الشاذ والمنكر، ولا مشاحة في الاصطلاح، النتيجة واحدة. بس أريدك أن تعلم أن المنكر عند أحمد يقصد به الأمرين، وهذا مسلك يعني يحتاجه من كان متميزا في الفقه والحديث معا. ولذلك من عرف أحد النوعي العلم دون الثاني فلا بد أن يكون فيه نقص، فهذان العلمان أي علم الحديث والفقه كل واحد منهما مبني على الآخر، وأعني به رواية الدراية الحديث، فمن لم يعرف الفقه لا يحسن الدراية، ومن عرف الفقه دون الحديث فإنه وخاصة في الاستنباط في المسائل ربما وهم أو أخطأ أو أتى بتطبيق بعض القواعد على غير محلها، وهذا واضح في بعض الفقهاء رحمة الله عليهم. تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد، عمل بلا علم كما زرعوا وما وجدوا حصاد، العلم بوصلة الهدى وهو السبيل إلى الرشاد، إلى الرشاد.